يعطيك العافية عمر خربين. أول شيء يقول لك عودة الحميدة والحمد لله على السلامة، هارد لك على الخسارة مباراة اليوم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل شيء. ما كنا مناح، كانوا أفضل منا، نستحق الخسارة صراحة. ما لعبنا بروح الدوري، اللي بده ينافس على الدوري أو بده ياخذ لقب الدوري لازم يلعب روح. اليوم ما كان في روح فقدناها، إن شاء الله بلعبة الخاصية إن شاء الله نقدر نرجع إن شاء الله الفريق اللي استحق الدوري إن شاء الله ناخذ 3 نقاط إن شاء الله. كابتن عمر تقول إن الروح لازم تكون موجودة، إيش اللي غيب الروح في المباراة هذه والمباراة الماضية؟ سبحان الله، أنت بتعرف كل لعبة إلى ظروفها. هنن فوقوا علينا أول 10 دقائق ربع ساعة، ضغطونا، ما لعبنا بروح الفوز، يعني ما كان في روح صراحة، يعني ما بعرف شو بدي أقول لك يعني. بس إن شاء الله إن شاء الله المباراة القادمة إن شاء الله نقدر نحققها إن شاء الله. عمر خربين أفضل لاعب آسيوي، قدم مستويات أكثر من رائعة مع الهلال، اليوم عود بعد إصابة طويلة، كل الجماهير الهلالية تعول على عمر خربين في مباراة اليوم تحديدا. إن شاء الله، لا مباراة اليوم ما هي نهاية الدوري، إن شاء الله لسه الدوري نحن المتصدرين، إن شاء الله لعبة قادسية إن شاء الله ولعبة أهلي إن شاء الله نقدر نربح إن شاء الله ونحسم الدوري إن شاء الله بنوعدهم فيه بإذن الله. كان لك عمر حبيبي. إذا كان هذا حديث كابتن عمر.